السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب كلية التربية الأساسية المرحلة الأولى قسم الحاسبات من الجامعة المستنصرية، وياكم دكتورة رشا عواد من قسم الحاسبات. نكمل المادة مالتنا، مادة الهياكل المتقطعة. اليوم راح نشرح موضوع الفيكتوريال فاكشن. حتى أعرف شنو هو الفيكتوريال فاكشن، إحنا طبعاً ماخذين عنا معلومات بدراساتنا يعني الإعدادية أكيد. هنا أنا راح نشرح عنه، بس راح نشرح عنه كفاكشن مو كنمبر ورقم، بس أنا راح أوضح لكم الفيكتوريال بالبداية كأرقام، وبعدين راح نعممه على شكل فاكشن. زين، هنا نجي الفيكتوريال فاكشن هو product of positive integer form 1 to n، اللي هو ضرب للأرقام الموجبة اللي تبديني من الواحد إلى N من الأرقام. زين، هذه الأرقام ايش تتضمن أو شنو ممكن أنه إحنا نقدر نسميها؟ راح نسميها N factorial. أوكي؟ زين، and is راح شنو تكون الصيغة مالتها الـ N factorial؟ شو يساوي لي؟ هنا لاحظوا الـ N factorial تساوي لي الـ N، قيمة الـ n ناقص 1، قيمة الـ n ناقص 2، قيمة الـ n ناقص 3، ناقص 4، إلى أن نوصل للأخير. أوكي؟ إلى أن نوصل حد معين حسب ما مطلوب من عندكم. زين، where يقول لكم الصفر فيكتوريال، شو يقصد بالصفر فيكتوريال؟ قيمته 1، لأن إحنا قلنا لازم يقلب 1. So that the function is defined for all non-negative integer. يعني إن الدالة لازم شو تكون عندي؟ لازم تكون عندي الدالة هي عبارة عن أعداد صحيحة غير سالبة حتى أطبق عليها الفيكتوريال. أوكي، لحد الآن تمام؟ زين، هنا منطيني مجموعة أرقام وده يوضح لي عملية الفيكتوريال بها. مثلا هنا عندي صفر فيكتوريال قيمتها 1، الواحد فيكتوريال 1، الاثنين فيكتوريال 2 1، إذن 2 في 1 2، 3 فيكتوريال هي 3 2 1، لأن قلنا القيمة تبدي تقل، 3 في 2 في 1 قيمتها طلعت 6. زين، نجي على الأربعة فيكتوريال مثل ما موضح لكم. الأربعة فيكتوريال طلاب يعني الأربعة فيكتوريال هو 4 في 3 في 2 في 1، إذن 4 في 3 12 12 في 2 24، 24 في 1، إذن القيمة والأربعة فيكتوريال 24. الخمسة فيكتوريال نفس الحالة، 5 في 4 في 3 في 2 في 1 طلعت لنا القيمة 120. أرجع على الستة فيكتوريال، 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، من خلال عملية ضرب هذه الأرقام راح نحصل على قيمة 720 للفيكتوريال 6. ماشي؟ زين، This is true، اللي هذا يعني النتيجة كل الأرقام البوزيتيف نمبر اللي هي الـ N. زين، الـ N إذن صيغة الفيكتوريال شلون حتنكتب عندنا؟ إذا N فيكتوريال N ضرب يعني دوت N ناقص 1 فيكتوريال، وهكذا إنه بدل ما نحط هذه العلامة مثل علامة التعجب، لاحظ نكتب؟ نكتب n ناقص 2، n ناقص 3، n ناقص 4، الى ان نوصل للاخير. اوكي، accordingly the factorial function may be also defined، انه هسه احنا خلصنا من الفيكتوريال الارقام، نرجع على الفيكتوريال الفاكشن الدوال. زين، define of vectorial function، ارد اجي اعرفها. اي اذا ال n تساوي 0، then ال n فيكتوريال الصفر، احنا قلنا اذا الـ n قيمتها 0 يعني معناتها 0 فيكتوريال، اذا ايش قد راح يساوي لي؟ 1. اذا الـ n اكبر من الصفر يعني اكيد قيمة مثلا 3 4 5، الفيكتوريال الـ n شو حيساوي لي؟ n دوت n ناقص 1، ويوصل مثل ما قلت لكم n ناقص 1، n ناقص 2، n ناقص 3، الى ان يوصل حل معين. زين، the definition of n فيكتوريال is recursive. المهم ضعوا وياي ايش يقصد بيها؟ العفو، يقصد بيها انه عملية الفيكتوريال عملية تكرارية، يعني دا تتكرر عندي. زين، since it refers to itself when it use الـ n ناقص 1. زين، هنا ايش دا يقول لنا؟ ينطينا مجموعة تعريفات للفيكتوريال. يقولكم قيمة الـ n sub i يعني الـ n الفيكتوريال ايش بيها هذه القيمة؟
هذه القيمة ممكن أن تعطى أو تفسر على أنه هي تساوي صفر، بهذه الحالة راح نعتبرها قيمة أساسية، لأن إحنا إذا بدينا بالفكتوريال دائما مثل ما تلاحظون على الأكثر على الأكثر قيم الأساسية للفكتوريال صفر، ماكو قيم ناقص واحد وناقص اثنين ناخذ لها الفكتوريال. زين القيمة the value of n vectorial، الفاليو ل n vectorial إذا كانت عشوائية يعني مو قيمة صفر، يعني شو حنقول عليها؟ هي قيمة صغيرة للان، يعني قيمة صغيرة للان وتكون كلش قريبة للقيمة الأساسية صفر. هاي مجرد تعريفات ماشي. وبكل الأحوال diffusion is not circle، يعني هي مو عملية دائرية، قلنا احنا عملية تكرارية. In other words the function is well defined، انه هي معرفة جيدا، يعني انه هي بكل الأحوال الفكتوريال معرفة وواضح تعريفها. راح ناخذ مثال example، يقول لكم اني اريد فيكتوريال 4 كان بي كالكوليت ان 9 ستيب، وانت تقدر تحسب لي بتسع خطوات. زين باستخدام ريكيرسيف ديفيشن، باستخدام شنو؟ التعريفات التكراريه. اخاف تجيكم بالامتحان يطلبها بتسع خطوات، يطلبها باربع خطوات، يطلبها مثلا بعشرين خطوة، ويقول لكم ريكيرسيف ديفيشن معناتها تعريف تكراري. ايش راح تسوون؟ هنا عندي 4 اي 4 العفو فيكتوريال، يعني نبدي 4 دوت 3 فيكتوريال، انزل 3 فيكتوريال. احنا مو احنا نقدر نسويها خط واحد مستقيم، بس احنا نريدها شنو؟ تكرارية. نقول 3 دوت 2 فيكتوريال، ننزل هنا 2 فيكتوريال، نقول 2 دوت 1 فيكتوريال، ننزل 1 فيكتوريال يساوي 1 دوت 0 فيكتوريال، ننزل 0 فيكتوريال يساوي 1. هسه ايش راح نسوي؟ نسوي عمليه شنو؟ ريكيرسيف تكراريه. ارجع اقول له 1 فيكتوريال جاي من 1 دوت 1 يساوي 1. زين 2 فيكتوريال شو يساوي لي؟ 2.1 يساوي 2. 3 فيكتوريال يساوي 3 في 2 يساوي 6. 4 فيكتوريال يساوي 4 في 6 ويساوي 24. هنا بس مجرد سوى شلون سلسلة علما للفيكتوريال، وهنا بدأ يطبع النتيجة إلى أن بالخطوة 9 طلع لنا قيمة الفيكتوريال 4. هذا السؤال ركزوا عليه ماما، أخاف يجيكم بالامتحان يطلبها مثلا كذا خطوة، يحدد لكم الستيب ويحدد لكم ريكسيرفر عفوا ديفيشن. ماشي. زين هسه ايش نجي على النوع الثاني من الفيكتوريال، يسمونه فايبونيك سيكوينس، يعني سلسله فايبونيك. باع وياي ايش تتضمن هاي السلسله؟ يقول لك يوجوالي دينوت باي، ده عاده يشار الها اف 0 اف 1 اف 2. معناته شنو؟ القيمة مالت الصفر تسبقها F، معناته إنه أنا أعرفها هاي فايبونيك سيكونس، يعني هاي يريدها سلسلة فايبونيك. زين هذه السلسلة شلون راح تكون؟ مثلا الرقم الأول الرقم الثاني يرجع يكرر هذا الرقم، ياخذ 2 و3. هنا لاحظوا وياي يعني 0 1 0 ويا الواحد شو يطلع؟ 1. الواحد ويا 2 شو يطلع؟ 3. الاثنين ويا 3 شو يطلع؟ يطلع 5. الخمسة ويا 8 شو يطلع مجموعهم؟ 13. الثمانية ويا 13 21. الثلاثة عشر ويا 21 34. الـ21 ويا 34 يصير 55، وهكذا راح يوضحها أكثر. That is F 0 0 F 1 1 and each sequence، يعني كل من هذه المصطلحات اللي هو ذاكرها أو السلسلة is هي مجموع the sum of two procedure تيرم، يعني يجمع الأول والثاني يطلع نتيجة الثالث، يجمع الثاني والثالث اللي سبق قبله ويطلع نتيجة الرابع، وهكذا ويكمل السلسلة مثل ما شرحت لكم إياها هنا. واضح وياي؟ زين هنا فور إكزامبل انطانا إكزامبل ثاني، يقول لك the next two theorem of sequence شلون يكون إذا انطاكم إياها بهالحالة، يعني ده يقول لكم ده يوضح لكم العملية اللي صارت فوق. مثلا 34 فارز 55، قال لكم انا اريدها فايبونيك سيكونس، ايش راح تسووا لي اياها؟ تجمعون هذا الرقم ويا هذا الرقم طلع 89. ترجعون شو تسوون؟ تاخذون الرقم ال 55 تجمعونه ويا 89 تطلعون النتيجه الثالثه. زين نبدي نكمل ناخذ 89 ويا 144 ونطلع النتيجه اللي بعدها، وهكذا تستمر السلسله ماي فايبونيك. ماشي. زين هنا
بعض التعريفات يعني بس للتوضيح. الفايبونك سيكونس كان بيديفاين يمكن أن تعرف إذا الـ A قيمتها صفر أو الـ N قيمتها واحد، ففايبونك يعني حتنكتب فايبونك الـ N قيمتها حتكون N إذا كانت صفر أو واحد. بس إذا كانت قيمة الـ N أكبر من الواحد أو قيمة الـ N بهالحالة إذا كانت أكبر من واحد راح نتبع المعادلة اللي شرحت لكم إياها بالأعلى، إنه f n ناقص 2 زائد f n ناقص 1. ماشي؟ زين. Where the basis value القيمة الأساسية هي الصفر والواحد هنا عندنا، بينما هناك كانت عندنا القيمة الأساسية بالفكتوريال صفر. زين. And the value of vectorial fibonic f n تعرف in term هي أيضا أصغر قيمة لل n، وممكن أن تكون قريبة للقيمة الأساسية، وبكل الأحوال هي معرفة تعريف جيد. ماشي؟ طلاب عيني، أنتوا أريدكم تركزون وتفرقون بين الفكتوريال وبين الفايبونيك سيكونس، أخاف تجيكم كسؤال بالامتحان. موضوع جدا سهل واحتمال يجيكم كفرع. ماشي وياي؟ فحاولوا تاخذون أكثر من حالة وحتى تختبرون نفسكم بيها. وأي سؤال وأي استفسار أنتظر من عندكم ترسلوا لي إياه على كلاس روم، وأنتظر أسئلتكم واستفساراتكم أو تعليقاتكم، حتى إن شاء الله إذا شيء ما واضح أرجع أوضحه لكم بالصورة الواضحة عندكم. أتمنى لكم الموفقية يا رب، إن شاء الله الله يكتب لنا لقاء بأقرب وقت ممكن. تحياتي لكم دكتورة رشا عواد.